ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، أي قفوا مكانكم، لا تتحرك، إلزموا مكانكم، مكانكم أنتم وشركاؤكم، قفوا هنا أنتم وشركاؤكم، ليفصل الله بينهم وبين من أشركوا به مع الله سبحانه وتعالى. بما أشرك الناس؟ أشركوا بمن يرضى وأشركوا بمن لا يرضى، عبدوا الشيطان والشيطان يرضى، عبدوا الأصنام والأصنام لا تدري عن هذا شيء، جمادات، عبدوا الشمس والكواكب والأشجار والأحجار والحيوانات عبدوها من دون، وعبدوا الصالحين، عبدوا الأنبياء، قالوا عزير بن الله وقالوا المسيح ابن الله، وعبدوا الملائكة، فهم عبدوا شركاء كثيرين، وهؤلاء الشركاء منهم من رضي كالشياطين، الشياطين ترضى أن تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وعبدوا من لا يرضى كالملائكة والنبيين والصالحين، وعبدوا من لا يعقل ولا يستطيع أن يقول أرضى أو لا أرضى كالجمادات والأحجار والحيوانات والطيور وغيرها، حتى قيل إنه لم يبق شيء لم يعبد، ما ترك الناس شيئا ما عبدوا خلال هذه الأجيال وكثرة الناس، ما تركوا شيئا لم يعبدوا. فالله تبارك يقول لهم مكانكم أنتم وشركاؤكم، توقفوا تناقشوا الآن مع شركائكم، يلا الذين عبدتموهم من دون الله تبارك وتعالى، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم عليهم حسرات. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيتبرأ بعضهم من بعض، سواء كان هؤلاء الشركاء راضين أو غير راضين. وقال الشيطان لما قضي الأمر وترك من كانوا يتبعونه أو يعبدونه أو يطيعونه، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، فكوا أنفسكم، انتهت العلاقة التي بيني وبينكم. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، تفاصلوا احسموا الأمر الذي بينكم. قال فزيّلنا بينهم، أي فرقنا بينهم، زيّلنا بينهم، فرقنا بينهم. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، ما كنتم تعبدون أهواءكم، أنتم تتبعون الأهواء، جاءكم الحق، جاءكم الرسل من ربكم، دعوكم إلى الله تبارك وتعالى واخترتم الباطل وتركتم الحق، وما كان لنا عليكم من سلطان، سواء كانوا هؤلاء راضين أو غير راضين. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، أي تعبدون أهواءكم وتتبعون ما يزين لكم الشيطان. ثم قال فكفى بالله شهيدا بيننا وبين الله، هو الشهيد، هو الذي يحكم بيننا وبينكم،
وهذا قد يكون الكلام من الذين ادعوا أنهم شركاء وهم براء، وقالوا لا تذرن آلهتكم، آلهة، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء كانوا رجالا صالحين، ما كانوا كفارا ولا أدعوا إلى عبادتهم، كانوا صالحين، كانوا أتقياء من صالحي قوم نوح عليه الصلاة والسلام. ولكن لما ماتوا عبدهم الناس من دون الله تبارك، فهم لا ذنب لهم، هم لا ذنب لهم. فيقول فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. لغافلين هنا إما أنهم لا يعلمون أنهم عبدوا من دون الله كهؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أو عيسى عليه الصلاة والسلام قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، يعني ما عندي علم بهم أنهم عبدوني من دونك يا رب، أو كنا عن عبادتكم لغافلين، أي ما دعوناكم إلى هذا ولا طلبناها منكم، أنتم عبدتمونا من دون الله، تحملوا اختياراتكم، هذا اختياركم، تحملوا اختياراتكم.